الآن مع بانوراما أونلاين والموضوعات المختارة من الصفحات والمنصات المعلوماتية في الشبكة. نبدأ مع صفحة بويكوت فور بالستاين ومنشور تحدث عن أكبر حملات الضغط على الشركات العالمية مثل مايكروسوفت والتي دعمت سياسات الاحتلال من خلال التعاون مع شركة أنيفيجن الإسرائيلية والتي وصفت بتكنولوجيا القمع، خصوصاً أن هذه التكنولوجيا ساهمت في ملاحقة الفلسطينيين على حواجز الضفة الغربية المحتلة. فالشركة الإسرائيلية هذه وبحسب المنشور ليست صدفة حازت على جائزة الدفاع قبل نحو 4 أعوام، بل بسبب دورها في الحفاظ على ما يسمى بأمن إسرائيل. وتبعا لذلك أطلقت حملة أسقط أنيفيجن بغية إجبار مايكروسوفت على أن تسحب تمويلها من الشركة الإسرائيلية الأمنية. والحديث هنا عن حملة ضخمة شملت توقيع 75,000 متضامن مع فلسطين. عطفا على ذلك، مؤسسات ومنظمات دولية فعلت ضغوطا إضافية ما أدى إلى سحب شركة مايكروسوفت لتمويلها من الشركة الإسرائيلية أنيفيجن. إذن هذا يظهر أهمية الضغط الشعبي على الشركات التي تتواطأ مع الاحتلال. دعونا ننتقل إلى ملفنا الثاني وهو الحياة الجامعية في ظل الاحتلال. هذا منشور معلوماتي لصفحة متراس والتي أجابت من خلاله عن كيفية تأثير الاحتلال في المسار التعليمي للطلاب الفلسطينيين. قوانين الاحتلال هي معيار رئيسي في هذا الجانب، فهي تحدد من وماذا وأين وكيف تمر كفلسطيني في دراستك الأكاديمية. فالاعتقالات التي تنفذها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين والفلسطينيات تحدد إن كنت ستمضي شبابك في المعتقلات أو في الجامعات، وإن كنت من أصحاب الحظ الجيد فإن الاحتلال أيضا سيقرر لك أين تدرس نظرا للتقسيم المناطقي والحواجز. يعني مثلا إذا رغبت بدراسة الإعلام في جامعة بيرزيت مثلا وأنت مقدسي، فعليك المرور بأحد الحواجز العسكرية للوصول إلى دوامك الدراسي يوميا. طيب، ولنفترض جدلا أنك قررت ترك البلاد والدراسة في الخارج، هل تعلم أن الاحتلال مخول بمنعك من السفر كآلاف من الفلسطينيين الطامحين بالدراسة في الخارج؟ طيب، دعنا نفترض أنك واجهت كل المعيقات الإسرائيلية هذه، هل تعلم أن الاحتلال وبحسب هذا المنشور وسلطاته يستطيع منعك من تعلم مواضيع علمية عديدة بحجة أنها ثنائية الاستخدام وبالتالي الحفاظ على ما يسمى الأمن الإسرائيلي؟ هذا ليس كل شيء، فالاحتلال أيضا لا يتحكم بالطلاب فقط بل بالطاقم التدريسي، فهو يعتقلهم بحسب المنشور ويلاحق حتى الأساتذة الذين أتوا من الخارج. إلى ذلك لا يستثنى أي حرم جامعي فلسطيني من الاقتحامات والاعتداءات الممنهجة الإسرائيلية. ودعونا لا ننسى أن الاعتداءات تستهدف أيضا الطلاب العرب في الجامعات الإسرائيلية في الداخل. وحتى في أفضل الأحوال، إن نجحت في إنهاء دراستك في الخارج فكن على علم بأن محطتك الأولى عند العودة قد تكون عند تحقيقات الاحتلال. تخيل، هذا ليس محض خيال، إنه الواقع. وبه نصل ختام بانوراما اليوم. إلى لقاء آخر يجمعني بكم، هذه تحياتي، إلى اللقاء.